الزيريون أو بنو زيري هم سلالة صنهاجية أمازيغية من منطقة المغرب الأوسط، حكموا شمال إفريقيا، الجزائر وتونس وأجزاء من ليبيا والمغرب ومناطق من الأندلس بين 971 و1152 ميلادياً. تعرف على قصة الدولة الزيرية في حلقة اليوم من قصة دولة. يعد الزيريون أو بنو زيري كما يطلق عليهم إحدى السلالات البربرية التي تنتمي إلى قبيلة صنهاجة، إحدى قبائل الأمازيغ التي حكمت في بلاد المغرب العربي الأوسط وشمال إفريقيا. امتد حكمهم زمنيا من بداية الثلث الأخير من القرن العاشر الميلادي حتى أواسط القرن الثاني عشر الميلادي. أطلق على الدولة اسم الدولة الزيرية نسبة إلى القائد والجد الأول زيري بن مناد الصنهاجي الذي كان أحد أتباع الدولة الفاطمية ومن القادة المخلصين لها، ويعد مؤسس دولة الزيريين رغم أنه لم يكن مستقلا عن الدولة الفاطمية. بعد الانتصارات التي حققها القائد جوهر الصقلي في مصر، قرر الخليفة المعز لدين الله الفاطمي في عام 972 ميلاديا أن ينقل عاصمة دولته إلى مدينة القاهرة. قرر الاستقرار فيها ونقل مراكز الدولة إليها بسبب الموقع الاستراتيجي لمصر بين المشرق والمغرب العربيين، وحتى يهرب من الثورات والتمردات من القبائل الأمازيغية في إفريقيا والمغرب. فاستقر رأي الخليفة على أن يولي حكم شمال إفريقيا للقائد بولكين بن زيري بن مناد. ولكي يضمن الخليفة ولاء الأمير بولكين، قرر بتر أجزاء من إمارة إفريقيا، وأصبح والي إفريقيا محاصراً من كل النواحي من قبل الخليفة الفاطمي. كما قام المعز بتهديد بولكين بإطلاق قبائل كتامة عليه إذا فكر في التمرد أو الانفصال. في عام 973 ميلادياً قاد بولكين بن زيري حملة ضد قبائل زناتة في جهة الغرب. بعد ذلك توجه إلى مدينة تلمسان فاستسلمت مباشرةً لتسلم من بطش بولكين بن زيري، فعفى عن أهلها لكن هجرهم إلى مدينة أشير. وبعد هاتين الحادثتين استسلمت كل المدن في المغرب الأوسط. تابع بولكين بن زيري تقدمه إلى الغرب قاصدا مدينة سجلماسة في أقصى المغرب، وألحق الهزيمة بجميع قادتها الذين يناصرون الأمويين، وتابع ملاحقة قبيلة زناتة حتى وصل إلى مدينة سبتة. وفي عام 983 ميلادياً عاد بولكين إلى أشير بعد أن سيطر على معظم مدن المغرب العربي، ومات في عام 984 ميلاديا بعد أن أوصى بالإمارة لابنه المنصور من بعده. كان منصور في مدينة أشير عندما وصله نبأ موت والده. قال: إن أبي يوسف وجدي زيري كانا يأخذان الناس بالسيف، وأنا لا أخذهم إلا بالإحسان، ولست ممن يولى بكتاب ويعزل بكتاب، قاصدا بقوله أن الخليفة الفاطمي لن يستطيع أن يعزله بقرار أو كتاب. واجه المنصور كثيرا من المشاكل، منها تمرد قبائل زناتة في الغرب وتعرض جيشه للهزيمة أمامهم، وتمرد عمه في مدينة تيارت. بعد المنصور تولى الحكم ابنه باديس بن المنصور، وقد أتاه الخلع والبيعة من الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله، وأعلن أن بلاده تابعة للفاطميين. وبعده تولى ابنه المعز بن باديس الحكم، وقد استقل المعز عن الفاطميين وخلع طاعتهم ودعا للعباسيين على المنابر وألغى مذهب الشيعة في البلاد. وإجمالا امتدت دولة الزيريين لأكثر من 180 عاما، من عام 971 ميلاديا حتى عام 1152 ميلاديا. كانت مدينة أشير التي تقع في المغرب الأوسط أي في الجزائر حاليا هي عاصمة الزيريين، ولقد اعتمد اقتصاد الدولة الزيرية على الزراعة اعتمادا أساسيا، وتمتع الاقتصاد خلال حكمهم بالاستقرار. وقد أدى الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي في دولة الزيريين إلى ازدهار البلاد من النواحي الفكرية ازدهارا كبيرا، ثقافيا وعلميا ودينيا وأدبيا.